السلام عليكم. ياسين البحوري، مواليد 1991. عندي ديبلومات، عندي ديبلوم بلومبي، عندي ديبلوم فندقة. خدمت في شركات، خدمت في الطاقة الحرارية لو سي بي، دوزت، ولكن شركات غير كتار، غير واحد النسبة، واحد المدة وكتريح، ماشي شي حاجة للدوام، فهمتيني؟ كضربها واحد المدة وكتريح. أستاذ رياضي حارز على الحزام الأسود، كما قلت لك كنت كنبيع ونشري في شارع الرباط. دازت واحد الفترة حيدوا شارع الرباط من صافي، الفراشات ما بقاوش. آخر حاجة هي أنا كنت كنبيع ونشري، حيدوا الفراشات من الشارع. صافي، ما وليت كنقلبوا ديك الساعة على شي حاجة من الخدمة، وكانت جات مع الظرفية تاع كورونا، بقينا جالسين. ما جابش الله التيسير، جات واحد الظرفية، جينا كنسول لقينا راسنا تقسينا من كانت جات واحد النسبة ديال الإقصاء، بقينا كنقلبوا على ريوسنا. جات واحد الوقت عطاونا واحد البلاصة، مي باقي ما صايبوهاش لينا، قال لك شي بلاصة في الأو، باقي غيديروا لها شي بيبان، غيديروا لها شي حاجة غتغطاها هذه. المهم عطاونا رقم، باقي ما مستافدينش منه. بقيت جالس مدة من الكورونا لدابا وأنا مريح، مني حيدو شارع الرباط وأنا مريح، ما كنفكر شنو غادي ندير كدا هادي. جات واحد الوقت قلت بأنني ندير شي مشروع اللي يكون شي حاجة اللي نخدم بها راسي، بلا ما تخدم بوحدك، بلا ما تبقى تقلب على شي، فهمتيني؟ تخدم في شركة، جربت شركات، جربت كدا. قلت اللهم تبدا من أزيرو، تبدا بشي حاجة، شي بروجي ديالك، وتم غادي طالع دقة دقة. المشروع ديالي كتشفت هاد القضية ديال الظاهرة ديال الزعزع البلدي، لاحظت بان كثرات الظاهره، كثرات من جايه واحد 3 سنين دابا ولا 4، ولات في المدون. كتبان بدات من كازا، ولات في المدون، انتشرت في المدن الاخرين. بانت لي تعاطوا لها الناس هنا في اسيا، ولا وكنحس كيبان لي الناس باغين هذا البروجي هذا، كيبان لي الناس عندهم اهتمام به. قلت اللهم نيسر فيه. بديت من والو، بديت كنطلع واحد الكراريسه من الحديد ديالها برويداتها بلوحه بصبغتها بهذه، بقيت غادي دقه دقه تكملتها. صافي يسرت فيها. المكون تاع زعزع البلدي اي حاجه كتكون طبيعيه، مثل بحال الشوفان، الروز، القمح مفسخ، إيلان، اي حاجه، فهمتيني؟ شي حاجه كتكون طبيعيه، كتكون اما مسلوق اما مبخر ولا شي حاجه بحال ما هكا، كيكون مع الرايب، كديرو بالرايب، كيكون مع الزبيب، كتزينو بالزبيب، التمر، اللوز، القرقاع. أكلة صحية 100%، فهمتيني؟ شي حاجة صحية. ما الإقبال كيبان ليا الحمد لله، فهمتيني؟ الناس شوف، الناس بغات غير شي حاجة تكون نقية، وفهمتيني؟ شوف الناس راه عارفة شنو كتاخذ، غاتجي إلا كتدير لهم شي حاجة نقية، وهذا راه غيكون عليك الإقبال، والأرزاق بيد الله، فهمتيني؟ المهم حنا راه نتحركوا، والأرزاق بيد الله، اللي دار الله هي اللي كاين. شوف ظاهرة هذه كاع طاحت لنا الظاهرة، فهمتيني؟ في عقلنا، علاش؟ حيت كيجي واحد الخيطة خويا كيتسدوا البيبان، فهمتيني؟ كيبان لك كيولي حنا راه عشنا، ما نكذبوش على ريوسنا، عشنا الظاهرة ديال البطالة، وكنا مريحين، كل شيء كطيح لهاد القضية تاع شي واحد الخيطة، كيبان لك كل شيء كحل، الدنيا كاملة كتولي كحلة بين عينيك، بس أي واحد كيبغي يقول لك نحرك كذا. ولكن شوف، راه إذا كان ما مكتبش لك الله ديك الأرض السعيدة، راه ما غاديش، راه ما مكتبش لك، راه ما مكتبش لك. اللهم صافي، جربت الاول الثاني، شاف الله ما جابش الله التيسير، قلب على راسك هنايا، دير شي بروجي، دير شي حاجه باش ما، المهم ريح مع راسك بشويه بشويه، تحرك، الله غيدير لك الله التيسير.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.